بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ربي اجعلني مقيم الصلاة. شوف التركيز على الصلاة يا ولي. صلاة يا عمود الدين، عمود الفقر للدين، وانتم تستهلوا بها أي تون صلي كان مش تعمل مزية على ربي، خاصة العهريات هذوكم يساهل ربي ويتكذب من شيء الشيطان مالكة وهي لا تعلم، ونفخ فيها اللي هي ملك الجمال على مر الزمان ولما جرى. كيفاش باش تصلي؟ هي ملك الجمال وتهبط جبهتها يا رب الانام. لا انا ما يمشيش مع بعض. نحن نصوم دي جون لوجيك، نو زافون دي بسودو فيريتي، نو لا تريتون سي بسودو فيريتي كوم باز دو نوتر فيلوزوفي. سي سا لي جون كي نون با لو فري اسلام، qui n'ont pas la voie que Dieu a choisie, qui n'ont pas la foi qui reste qui est restée pure. نسأل الله أن لا نضل كما ضلوا وأفسدوا، نحن مصلحون وهم مفسدون، لا نلتقي أبدا، وسيلتقي الجمعان حين يغينا الله بكم، وسترون في عنا بكم ليس كما تتمنون بل عكس ما كنتم تتمنونه، والذي تخافونه من سطوتنا قادم عليكم. لازم تعرف اللحظه السعيده اللي مش نجم عليكم. يقول ربي في سوره اسراء، اي سوره بني اسرائيل، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما لم تتبروا. مش ندمر معالم الحضاره كما تو اللي قاعد وقع في يوم الفتح، تكسير الأصنام اللي كانت تحت سقف الكعبة المشرفة. احنا اليوم نراو في تحطيم الأصنام مهما كان المادة اللي هي مصنوعة منحوتة منهم، والأصنام حاطينهم الكلاب اللي ما يحبوش ذكرهم يضمحل من عقول الناس المريضة، يحبوا اللي ورى كفاءاته في العنصرية والاستعمارية واللصوصية والنهبية والمجر، يحبوا يكفروا منهم. حتى كل إنسان كي يفكر فيهم ويبحث عن سيرتهم الذاتية يهابهم، وبعد ما يهابهم يولي يوقرهم ويدعو الناس إلى توقيرهم. أعنا لحظة برك سان لوي، هذا سان لوي، ونعطيكم الصورة المقابلة. سان لوي حسب ما وردني اللي كانت أمه في قمة البغض للمسلمين، لأن المسلمين وراه اللي هما حتى حد ما يجن يبلغ شأنهم، وهم صادقون لوحدهم، ومن عاداهم فهو يعادي الصدق ويعادي التوحيد. فربت ابنها الفاسد، وهي من أفسد الفاسدات، على كره الإسلام، وعاد بها فسادا حين ارتقى إلى مرتبة ذروة السلطان. عبث، وربما عبث بأمر من الله، لأن المسلمين ما همش على خير الإيجابي الإسلام، بل يدعون الخير ولا خير فيهم. فانتقم منهم ربنا عن طريق أبغض الخلق له، لأنه ربي قالك يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثانية والثالثة من سورة الصف لرون، يقول ربي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت تجلى في عهد سان لوي بطريقة ملا ضرب كما شاء وجه الذين خانوا الرب، ما كانوش مسلمين قدر المسلم، وانقل عدده وكل واحد منهم يمثل أمة، ولن تغلب أمم فاجرة أمة ولو اختزلت في فرد واحد من المؤمنين الصادقين. نعود إن شاء الله رب العالمين.